اهلا بيكم في ملخص جديد. فيلمنا النهارده فيلم كوميدي اسمه سيمبا. فيلمنا بيبتدي مع راجل ياباني لابس بيجامه ملونه في غرفه فاضيه ما فيهاش ولا ابواب ولا شبابيك. لما بيقرب من الحيطه علشان يستكشف المكان بيشوف حاجه غريبه وشكلها غريبه ظهرت له من الحيطه. بيحاول يشوف ايه ده لحد لما بيدوس عليها. بعدها بيظهر من الارض والحيطان اطفال كتير صغيرين وبجناحات شبه الملائكه. فضلوا لثواني بعدها اختفوا، لكن وهم بيختفوا بيتحشر جزء من جسمهم في الحيطه وبيبقى على شكل زرار، لدرجة ان الحيطة بتتملي زراير لكن لكل زرار موضوع. المرحلة دي اسمها مرحلة التعلم، وهو بيشم صباعه اللي لمس الزرار اللي شكله غريب. بيصرخ الراجل من الخوف وبيطلب المساعدة من اي حد، لكن مفيش حد بيرد عليه. هنا قرر انه يجرب الزراير ويشوف ايه اللي هيحصل في كل مرة. بيدوس على الزرار بينزل له حاجات عشوائية في الغرفة، من فرش اسنان لفازة كبيرة لحاجات تانية كتير. من الدوس على نفس الزرار بيجيله نفس الحاجة. هنا بيوصل لمفهوم ان كل زرار له حاجة معينة، بس علشان هو غبي شوية علق على الزرار علشان يتأكد ان الزرار هيطلع له نفس الحاجة. بيجرب يدوس على الزرار اللي جنبه بيطلع له عربية صغيرة من الحيطة وبتضربه في رجليه. الزرار التاني اللي بيدوس عليه بعد ما بيصرخ من الألم اتحول لمؤخرة وبتديله بالغاز في وشه. بعد ساعات الراجل بيجمع حاجات عشوائية كتير في الغرفة، وهو بيرمي الكورة بيخبط الزرار في الحيطة بالغلط وبيقدم له في سوشي، وده بيفرحه جدا انه بيحب السوشي وهو هيموت من الجوع. لكن وهو بياكل اكتشف انه محتاج صلصة اللي بيحبها مع اكل السوشي، وبيسأل اللي حبسوه عنها، لكن كالعادة مفيش حد بيرد عليه. الراجل اتضايق جدا وفضل يدوس على الزرار لحد ما بقى قدامه سوشي كتير جدا، بس برضه من غير الصلصة اللي بيحبها. بعد الاستسلام وعلشان هو جعان الراجل بدأ ياكل السوشي وبيلاقيه لذيذ جدا. وبمجرد ما خلص اكل بيدوس على الزرار قام منزل له صلصة السوشي اللي هو كان هيموت عليها. الموضوع ده خلاه يتجنن اكتر وبيدوس على الزراير المختلفة. فبيدوس على زرار تاني بيطلع له نظارة ثلاثية الابعاد من بتاعة السيما. لما بيلبسها بيشوف ملاك صغير بيشاور له على مناطق حساسة. الراجل فرح جدا انه لقى الزرار ده. وبعدها بيدوس على الزرار ده تاني بتضلم الغرفة وبيشوف عد تنزلي وراه. وبعدها بتظهر له خلفية كبيرة بتديله بالغاز تاني في وشه وبتقضي عليه. بعد ساعات الراجل فاق وهو بيجرب الزراير اللي على الحيطة. زرار فيهم كان مفاجأة كبيرة جدا ليه، وهي ان الزرار ده بيفتح باب في الحيطه. الراجل بيحتفل بالاستكشاف ده، ولكن وهو في حماسه بينسى اي زرار كان ضاغط عليه علشان يفتح المخرج. بيجرب زراير عشوائيه، شاف راجل افريقي بيخرج من الحيطه ويدخل من الحيطه الثانيه. الزرار اللي بعده نزل له ميه على راسه، واخيرا لقى زرار المخرج. بيضغط على الزرار علشان يفتح الباب وبيشوف الباب قريب منه. بيحاول يجري ناحيته بس الباب بيتقفل. المحاوله الثانيه نفس الكلام. بعد كده بيكتشف ان الباب بيفضل مفتوح طول ما هو ضاغط على الزرار، وعشان كده بيبتدي يجرب طرق مختلفة علشان يفضل دايس على الزرار. منها بيحاول يقصر المسافة لحد الباب على اساس ان الشوية الصغيرين دولت هيفرقوا. بيحاول بكل الطرق لكن كل الطرق بتكون فاشلة. واخرهم بيركب العربية الصغيرة ويزقها اول ما بيدوس على الزرار علشان يروح بسرعة، لكن برضو الطريقة فاشلة. هو كل اللي محتاجه طريقة يقدر يدوس بيها على الزرار لفترة طويلة. فكر انه يجيب الفازة الكبيرة ويحطها فوق الزرار، لكن برضو الزرار طلع. بيوصل الراجل لفكرة انه يملى الفازة بحاجة علشان يخليه وزنها تقيل. اول حاجة بتيجي في باله انه يملاها سوشي لانه عارف الزرار بتاعه، لكنه بيملى الفازة على الاخر لدرجة انه ما بقاش قادر يحركها من مكانها، وكمان مش هيقدر يعدي ايده منها علشان يشيل الزيادة من السوشي. ما بقاش قدامه حل تاني غير انه يطلع السوشي واحدة واحدة باستخدام العصيان. بعد شوية لما شال من الفازة شوية سوشي حلوين هيقدر انه يشيل الفازة ويحركها. ولما قربها من الزرار نسى اي زرار فيهم بتاع المخرج. بيحاول يفتكر وبيدوس على زرار فيهم بيخرج له راجل افريقي بيخبط الفازه بالغلط وبتكسر نصين. في اللحظه دي الراجل خلاص بيحبط وبقى منهار وبيحاول يقفل على الزرار بالسوشي، لكن برضه مفيش فايده الزرار بيطلع. بعدها حاول انه يغطي الزرار بلوح معدني ومن فوقه لزق، بس برضه الزرار طلع لفوق. الراجل من كتر الالم اللي هو فيه اخذ مسكنات وبيفرد ظهره وبينام. بيصحى بعدها وعايز يغسل اسنانه، بيدوس على زرار الميه وداس على زرار بالغلط ونزل له حبل من السقف. المود بتاع الراجل بيتحسن لان الحبل بيديله فكره عن خطته الجديده لفتح الباب، بانه يستخدم الحبل علشان يوصله بسرعه للباب قبل ما يتقفل. ونجح فعلا ووصل للباب وعدى منه، لكن للاسف بيكتشف ان في باب تاني خلف الجدران وبيكتشف انه مقفول كمان. بيرجع تاني للغرفه في الوقت المناسب قبل ما الباب يتقفل، لكن ظهره اتخبط في الباب. الراجل من احباطه ضرب على الحيطه وداس على الزرار وبيكشف له عن مفتاح طاير في نص الغرفه.
الغرفة، لكن المفتاح بيختفي أول ما بيشيل إيده من على الزرار، نفس الموضوع الباب بالظبط. هنا الموضوع بقى صعب عليه، لازم يشوف طريقة يخلي بيها المفتاح ظاهر في الغرفة والباب مفتوح في نفس الوقت. أول حاجة لازم يلاقي زرار المفتاح تاني علشان اتلخبط كالعادة. بيحاول يفتكر مكان ما رجله ضربت الحيطة وبيدوس على الزرار الغلط وبيطلع له كلب من الحيطة بيهوهو عليه، ونفس الكلام في المحاولة التانية. لحسن الحظ محاولته التالتة نجحت وظهر المفتاح، وهو بيراقب بإيده وعينيه على الزرار بيمشي لورا علشان يجيب قطع سوشي يعلم بيها الزرار، وبيرجع يدوس على الزرار. أول ما بيدوس عليه بيطلع له الكلب تاني ويخده لأنه داس على الزرار الغلط. المرة دي لقى الزرار وبيكمل خطته، بيخلي الحبل يتحرك علشان يوصل بيه للزرار، لكن الحبل مش طايل. ولما وقع على الأرض شاف مكبس بس كان نازله قبل كده وبيفكر يستخدمه. وبعد كذا محاولة فاشلة بدأت الدنيا تظبط معاه، وبعد نفس عميق حرك نفسه وداس على الزرار والمفتاح ظهر. أخذ المفتاح وداس على زرار الباب بسرعة ونجح يوصل للباب قبل ما يتقفل. على طول بيعدي من الباب علشان يفتح الباب اللي ورا، لكن هو بيفتح الباب اتفاجئ ان في قفل تاني محتاج 3 ارقام علشان يفتحه. الراجل اتجنن اكتر ورجع تاني للغرفة قبل ما الباب يتقفل، وبيتخبط في الباب كالعادة. هو في خيبة امل بيرمي المكبس بعصبية وبيخبط في زرار في الحيطة اللي قدامه. الزرار ده بيطلع للراجل افريقي، وهو بيبص على الراجل الافريقي بيشوف 3 ارقام اللي محتاجهم علشان يفتح القفل الصغير مكتوبين على راسه. وعلشان الوقت ورا الباب محدود الراجل بيعمل 3 محاولات كل محاولة برقم لحد لما يجمع التلات ارقام، واخيرا قدر يفتح الباب. لكن اول ما فتح الباب الخلفي باب الغرفة اللي ورا اتقفل، وبكده بقى محاصر في مكان صغير من غير مساحة كفاية تخليه يقدر يكمل فتح الباب. الراجل هنا محطم على الاخر وبيقعد على الارض وبيبكي وبيفتكر المتعة اللي كان بيتمتع بيها والزراير والحاجات اللي كانت بتجيله منها. هو كان محبوس لكن على الاقل كان عنده مساحة يتحرك فيها براحته ومش مقيد. دلوقتي بس عرف انه ما كانش مقدر النعمة اللي كان فيها، زي كتير مننا مش بيقدروا النعمة غير لما بتروح منهم. وهنا خلصت مرحلة التعلم. فجأة بيحس بنسمة هواء في الباب اللي على شماله، بمجرد ما بيلمسه بيكتشف انه فتحة مزيفة. بسرعة عدى من الفتحة وطلع يجري وبيوصل بعدها لممر غامض متعلق في الهواء في وسط مكان ضلمة. حس انه مات وبيتحاسب ومكمل جري لحد لما بيوصل للمخرج وبيخرج منه. بيلاقي نفسه في غرفة تانية، وقتها بيكون شعره اطول ولون البيجامة اتغير والغرفة دي فاضية كمان. بابها بيتقفل اول ما الراجل بيدخل جواها، لكن بدل الملائكة الصغيرين بيشوف ملائكة كبار وبيختفوا في الحيطة وبيتحشر نفس الجزء من جسمهم بره على شكل زرار. الراجل بيفضل يجرب في زراير مختلفة، لكن كل زرار هنا بحاجة بتحصل في الحياة الحقيقية. زرار فيهم خلى مغني في حفلة يطلع نار من بقه، الزرار التاني بيخلي ساحر روسي يفشل في الخدع السحرية بتاعته وهو بيحاول يخفي المساعدة بتاعته، والتالت بيخلي راجل صيني يهوهو على كلابه. الراجل هنا على وشك الاستسلام، في اللحظة دي بيشوف نور جاي من فوق، بيلاحظ ان الغرفة دي ملهاش سقف على عكس الغرفة التانية، وبيشوف ملائكة صغيرين طايرين. المرة دي فكر انه يجرب فكرة جديدة، بدل انه يدوس على الزراير الغريبة يستخدمها علشان يطلع عليها على الحيطة. الخطة بتاعته شغالة كويس، لكن في كل مرة بيدوس على الزرار سواء بإيده أو برجليه بيحصل حاجة غريبة في الحياة الطبيعية، حيوانات بتقع، زهرة بتفتح، فيل بيموت، وكل لما بيطلع لفوق التأثير بيكون أكبر على الطبيعة والإنسان والحيوان. في الوقت ده بيوصل للقمة، الراجل شعره ودقنه كانوا كبار ومش محتاج إنه يلمس الزراير أو الحيطة، بيلاقي نفسه ممكن يطير زي الملائكة اللي كان بيشوفها باستخدام كل الخبرات اللي اتعلمها من مراحل التعليم والممارسة السابقة. دلوقتي ما بقاش بيختار عشوائي وبقى متحكم جدا في اختياراته، وبيعرف إن الرموز الصغيرة في حياتنا لما بنستخدمها وبنتدرب عليها بنقدر نبقى أقوى وتكون مرحلة في حياتنا توصل لمرحلة أعلى للي بعدها. مع مرور الوقت الراجل بيبقى متحاط بريش نعام بدل من الحيطة والزراير الغريبة، وبيدخل بوابة نورها جامد جدا بتدخله على الغرفة الأخيرة. في الغرفة الأخيرة في المشهد الأخير بيظهر على ظهر الراجل خريطة العالم وقدامه زرار ضخم جدا وهو على وشك إنه يدوس عليه. المرحلة دي اسمها مرحلة المستقبل. لو عجبك الفيلم وحابب تشوف مرحلة المستقبل مع بعض عرفوني في التعليقات، وما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة علشان ما تفوتش ملخصات الأفلام اللي جاية. أشوفكم على خير في ملخص جديد. مع السلامة.